أبدأ من القاهرة. أستاذ إيهاب، أدانت هيئة المحلفين أول أمس الثلاثاء هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي بتهمة الكذب، وذلك بشأن تعاطيه المخدرات أثناء شراء سلاح ناري بشكل غير قانوني. كيف تقرأ هذه الخطوة خصوصا التوقيت، دلالات التوقيت، وكيف ستنعكس على مسار الانتخابات الأمريكية برأيك؟ تحياتي لحضرتك والضيف الكريم من هولندا والسادة المشاهدين. يعني الأحكام التي صدرت بحق هانتر بايدن منذ بضعة ساعات هي قليلة للغاية وبسيطة للغاية مقارنة بحجم القضايا التي يجرى اتهامه بها والتي بها أدلة واضحة لتورطه في عمليات فساد واسعة النطاق تخص وتخص عائلته مع الأوليغاركية الصينية والأوكرانية. فبالتالي أن إصدار هذه الأحكام المخففة على هانتر بايدن يدعم حقيقة أن القضاء الأمريكي مسيس وأنه يهادن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مقابل التشدد الشرس مع رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللي لا تصدر بحقه أبدا اتهامات أو قضايا أو يقف أمام أو يحاول وضعه أمام منصة القضاء إلا في الأعوام التي يترشح فيها للانتخابات الرئاسية فحسب. فبالتالي هي محاولة لإسكات أو غلق هذا الملف بأنه هذا الرجل ألا وهو هانتر بايدن قد تعرض للعقاب بالفعل، وبالتالي يجب التركيز على محاكمة دونالد ترامب وإبعاد شبح رفع ملف هانتر بايدن إلى الكونغرس، لأن كان هناك محاولات من الجمهوريين لإثارة هذا الملف بشكل حاسم والتصويت عليه في مجلسي الكونغرس الأمريكي. بالتالي برضو زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة أنه الغرض أيضا كان فكرة ضرب محاولات حملة دونالد ترامب لاستغلال براءة هانتر بايدن أو عدم إصدار قضاء أحكام بحقه في عملية تمويل حملة دونالد ترامب، ولكن تمويل حملة ترامب الآن تعرض لبعض الاهتزازات على ضوء هذه الأحكام. هل ده مؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ الإجابة هي يعني لا إلى الآن، لأن التيار الذي سعى إلى انتخاب دونالد ترامب يسعى إلى أجندة أكبر وأكثر تعقيدا من التأثر سلبا أو إيجابا بهذه الأحكام الخاصة بهانتر بايدن. يعني هل تقصد فكرة تأثير الناخبين الأمريكيين بأشياء أخرى وملفات أكبر؟ صحيح، خاصة الملفات الخاصة بالداخل. يعني احنا دائما بنبدأ بتحليل المشهد الانتخابي الأمريكي في بنظرة المواطن في الشرق، فكرة القضية الفلسطينية، صعود اليمين القومي في أوروبا، وقضية هانتر بايدن، في حين ان هم داخل الولايات المتحدة الأمريكية رقم واحد يتعلق دائما بالاقتصاد، بمستوى الدخل، بساعات العمل، بمعدل الأسعار والمرتبات، وبالتالي قضية هناك تناقض ما بين التقارير الخاصة بالوضع الاقتصادي الداخلي وما بين تصريحات بايدن فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. أيضا هناك مفارقة كبيرة سأعود إلى هذا.